ما نتمنى من الحكومة المركزية أنه لا يجري الخلط بين واجباتها الدستورية تجاه إقليم كردستان العراق كجزء من العراق دستوريا، وبين خلافاتها السياسية مع بعض القوى السياسية ضمن إقليم كردستان العراق. لا يمكن للحكومة المركزية أن تبتز القوى السياسية وتبتز الخلافات السياسية بيننا وبين الحكومة المركزية عبر قطع التزاماتها الدستورية في أكثر من مجال اتجاه إقليم كردستان العراق، في الملف المالي والملف الدوائي وفي الملف النفطي. ومرة أخرى نحن نؤكد أنه يجب الفصل بين الموضوعين، بين التزامات بغداد تجاه الإقليم وبين الخلافات السياسية التي نحن مستعدون دائما على حلها بالحوار، أيا كانت سياساتنا في القضايا العالقة بيننا. ونتمنى أن تكون بغداد جاهزة لحوار جدي وليس لحوار شكلي ضمن سقف هذا الدستور العراقي، ونحن من طرفنا دائما مستعدون لهذا الشيء. وإذا كانت بغداد تملك الرغبة وجاهزة فأكيد سوف نتوصل النتيجة.